مرحبا حبايبي، ايامكم السعيده وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، صحه وسلامه وعافيه وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. طبعا المخرج قضاها وياي ثواني ثواني بالجو. الله يحفظكم ان شاء الله، صحه وسلامه وعافيه وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. تحياتي لكل المتابعين متابعين قناه الفرات الفضائيه وكل كادر قناه الفضائيه، ان شاء الله صحة وسلامة وعافية. حبايبي اليوم طبعا حضروا الطحين وحضروا بكم باودر وحضروا هيل وينسون وحبة حلوة ورشة شكر رشة ملح وحليب، وخنسوي الكليشة. طبعا الكليشة العراقية هي من الحلويات، حلويات العيد اللي ما نستغنى عنها. ايش قد صار تطور بالحلويات، بس ما نستغنى عن هاي تراثنا، تراث العراق ان شاء الله يدوم وتدومون وطولة العمر. حبايبي اليوم راح نشتغل الكليشة العراقية. الكليشة العراقية شلون يصير هالشيء؟ مكوناتها كلش بسيطة. انا عندي كيلو طحين راح استخدم وياه 3/4 زبدة، مو دهن زيت، زبد او سمن حيواني، يعني دهن التنكات احنا نسميه بالعامية. عندي هنا أنا حليب، عندي بكم باودر ظرف، عندي رشة شكر، وهذا البهارات مالته هي ينسون وهيل مطحون وحبة حلوة. بالبداية راح اضيف خلدني حتى هسه المقادير راح تطلع عندكم ونبدي نعجن. احنا عندنا قلت لكم الكيلو الطحين ويا بكم باودر، ما استخدم هاي مقادير الكليشة على الشاشة، ما استخدم لا مو الزيت نسيتها والله، الخمرة ما استخدمها حبايبي. الخمرة تخلي الكليشة منتية بس تصير مثل الصمون، بكم باودر لا تخليها هشة. هسه بالبداية راح اضيف البهارات حتى تتلابس، واضيف بكم باودر. طبعا اكو شغله بالكليشة دائما يعانون من عندها، يقولون النقشه بالشوي تروح، اذا كثرت بكم باودر راح تروح النقشه، فلا تخلون بكم باودر هواي. هاي رشه شكر وراح اخلي رشه ملح، راح اخبطهن، واهم شيء هاي الخطوه راح اسويها هي الزبد من اضيفه. طبعا ننتظر اتصالاتكم وتهانيكم بهذا العيد، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية، وان شاء الله نتوفق. هذا حبايبي الزبد راح اضيفه، ها هيك اراوسه بيدي اخليه يتراوس ويا كل الطحين. هذا اهم شغلة، هاي راح يصير مثل الفتيت بيدي، راح اضيف له بعد. هذا شوف حبايبي، هاي اهم شيء بالكليشة حتى تصير عندي هشة، الطحين كله يتراوس ويا الزبده اللي ضفتها. وضفت البيكنج باودر وضفت البهارات هي اليانسون والهيل المطحون وحبه الحلوه. هسه راح اضيف الحليب. الحليب حبايبي حسب نوع الطحين، يعني ماكو قياس، لان اكو طحين يحب سوائل زايده اكو طحين لا. اضيف شويه واعجن، ابدي اعجن، اشوف لي وين توصل العجنه مالتي بعد ما اضيف الحليب. هسه راح اضيف بعد شوي، طبعا اخليها ترتاح شويه. هسه خنلم هذا الزايد،
طبعا احنا دائما بالكليتشه بالكليتشه من نسوي الكليتشه نسويها بنجانه كبيره ويفرشون البطانيه بنص البيت وكلها تلتم داير مداير العجينه كلها تريد تليف وكلها تريد تسوي. احنا نقعد كنا جهال ناكل تمر حب التمر مالت. الله يعطيها الصحة والعافية لأمه كانت تقول خلصت التمر ادري بيش بيش اللي في الكليتشة. هذا حبايبي شوفوا شوية شوية بالتدريج اظل اعجن بيها امشي العجن مالتها. هاي بدأت تتماسك شلون عجن تعجنون الطحين نفس الشيء. هاي ألمها هيجي هاي شوفوها. الصراحة اجيب لها طاسة وهاي اشيلها لانها اتدمرت. هذني ما اريدهن بعد. هاي هسه جهزت عندي حبايبي راح ابدي الف. هاي طبعا هاي راح اغطيها وراح اخليها على صفحه حتى ترتاح. انا عندي طبعا عندي عجينه مسويها مرتاحه راح اشتغل بها وارجع اشتغل بهاي العجينه هم على مود العجينه مالتي ريشه مرتاحه على مود اشتغل بعجينتي على ما العجينه هاي يوم خدرنا شاي راح نسوي شربت. حبايبي طبعا الارقام موجودة اسفل الشاشة اللي يحب يتواصل يهني يسأل على شيء مناسبة العيد الارقام اسفل الشاشة. هاي عندي القالب هاي عندي طبعا ثلاث حشوات عندي التمر عندي السمسم عندي البهراش. هسه راح نبدي نشتغل بالتمر. هذا التمر طبعا احنا نفلسه ونحمسه بس بزيت. اكو ناس تضيف له هيل تضيف له حبة حلوة تضيف له مكسرات حسب الرغبة. اوكي هاي وقعت. هاي طبعا هذا القالب هواي بيه اشكال بيه البيضوي وبيه الدائري واحنا عندنا اشكال نقدر بيدينا نسويها يعني بدون قالب. بس القالب بعد هو اسهل. هذا هسه التمر راح اسوي طولانيه اسوي بيضاويه. المخرج يحبها بيضاويه خطري والله كذي شاي ما تحصل. الله العظيم هاي شوف حبايبي هاي راح اسوي كم وحده خليهن بالفرن على ما نشتغل من هاي العجنه اللي سويناها على ما ترتاح. فقلت لكم حبايبي اهم شيء لا تخلون اذا اكو ناس تقول الكليتشه تصير سمره. تصير سمره هاي مو من ورا الطحين لا تصير سمره هاي لان ضيفون بهارات زايده فتكون الكليتشه سمره. عندنا اتصال محمد من بغداد. السلام عليكم حبيبي ابو جاسم ايامك سعيده بخير. كل عام وانت بخير.
بالصحة والسلامة، يعود عليكم بالصحة والعافية. الله يحفظك إن شاء الله، صحة وسلامة وعافية ورزق. شلونك أبو جاسم؟ الله يحفظك أبو علوش. سويت لك ليش ما العيد له بعد؟ احنا نشوفك بس العياد. لا ليش، احنا كل يوم جمعة عندنا حلقة مباشرة على قناة الفرات. والله تعرف شوية الواحد ظروف العمل مالته وهاي. اي سويت لك ليش ما العيد له لا؟ والله سوينا في الساعة 5 الفجر يلا خلصنا. الله، هي هاي طبعا احنا هاي تراثنا، احنا ما نستغنى عنه. اشقد اشقد دخلت يعني طبعا مش رحمة لاهلك. ارتسلك على الكنافة، تسوي لنا كنافة من نال العبدلي. مو تأمر امور كنافة تريدها بالجبين بالمكسرات بالقشطة بين. انت شنو اللي تسويها طيبة؟ انت شنو اللي تحبها اسوي لك اياها؟ والله احنا جبنا البيت هاي مال الجبن. بالجبن تأمر امر خادم انا. تأمر امر حبيبي. هاي كبيرة خليها بالكبيرة. هاي شوية ضغطوها حتى تطلع عندكم النقشة. اوقعي. ما توقع، ما تقبل توقع. من اقول لك اوقعي اوقع لا تقع هذا. ما ضل ادقدق. هاي نسوي لنا كم واحدة هسه. عندنا اتصال من كربلاء. سعد. الو. السلام عليكم استاذ العزيز. حبيبي ابو سعود. اولا احب يعني اهني العالم الاسلامي بعيد الاضحى المبارك. الله يحفظك حبيبي، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلام. وعيدكم مبارك ان شاء الله، وعيد سعيد على كل العراقيين. الله يحفظك حبيبي. اي والله حبيت بس اسلم عليكم وعايدكم ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي سعودي. الله يحفظك، تحياتنا لك والكربلة واهل كربلة ولايتي العزيزة. وين طفرتي؟ وين تريدين؟ وين تريدين؟ ايه ثواني ثواني قل لي. لا حسين نهاية البرنامج، اخذ راحتك ابو علوش، هواي عندك هذا مجال، اخذ راحتك. وهذا يلا يلا ابو علوش راح نختم. يلا يا برد، هذا انه برد يشكل هذا بعد ما اعرف. والله العظيم. لا حبيبي انا اقدر بلياك، انا بلياك بالضيم استاذ حازم. اوقعي اوقعي وقعت عيني ياهي. ايه لا هذا بيض لل. من هو ابو دندوش؟ لا لا من هو ابو دندوش؟ ها سأل ابو دندوش. عندنا اتصال. الو سلام من كربلاء. هلا بن ولايتي حبيبي. شلونك عمو؟ شلونك قلبك الروري؟ شلون تبيت امو الفستق؟ حبيبي الفستق نفس هاي العجينه، جيب الفستق الحلبي الضربه الضربه بمحضره الطعام يعني بس تكسر، تضيف وياه مي ورد وشكر بس. ايه العجينة هي بكم باودر نفس هاي المقادير اللي سويتها، بكم باودر ورشة شكر رشة ملح والبهارات ينسون وهيل مطحون وحبة حلوة بس لا تخليه واي حتى لا تصير الكليشة سودة. ايش قد اخليه مقادير حبة حلوة؟ يعني خاشوقة مال شاي ينسون، خاشوقة مال شاي هيل، خاشوقة مال شاي حبة حلوة، الكيل الطحين زين. اقول لك قرار، هاي انت تسوي كذي ايش له ماما قاعد تقول لك اساله. ها شوف 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 ورده كروري. طبعا تحياتنا لكل امهاتنا واخواتنا العزيزات، طبعا هن مبدعات بس احنا دائما بالمطبخ العراقي نحب نطور.
اوقعي اوقعي استاذ حازم شو هذا ظل يسوي طوط طوط يطوط حبايبي هسه راح اخلي هذني على ما اشتغل البقايا حتى شنو لان الوقت احنا عندنا حتى اطلعهن واسوي لكم وجبه ثانيه هذا انا اخلي بيض فوقها على مود تطلع عندي وجه للكليتشو اكو هواي قوالب اكو صغيره اكو كبيره اكو وساط هسه من اخليهن بالعين تدلل الاستاذ حازم هسه اسوي لك اشكال بس اخليها بالفرن حتى شنو اضمن بان انا راح اطلع الكليتشه وتامر امر هسه عندنا العجينه مالتنا العجنه هاي هنا نخليها هاي دنيها وهاي العجينة طبعا اليوم درجة الحرارة يمكن 60 يعني حتى الله يساعد المكيفات ما قاعد تلحق احنا نقول الله يساعد اخوتنا وابطالنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وكل ابطال العراق الغيار اللي مرابطين على الحدود في سبيل امننا واستقرارنا على هذا الحر الله يساعدهم وان شاء الله صحة وعافية ورب العالمين يعطيهم القوة تحياتنا لهم ونقولهم من خلال شاشة قناة الفرات الفضائية ايامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير وان شاء الله صحة وسلامة وان شاء الله كل ابطالنا يرجعون لاهلهم سالمين غانمين حبايبي هاي راح اسويها ملفوفة ام معتز عدي السلام عليكم سلام خيتي شلونك ايام السعيدة كل عام وانت بخير ما فقد الصحة والسلامة الله يحفظك ان شاء الله صحة وسلامة وعافية وعاد عليكم بالصحة والسلامة الله يسلمك يا قلب الله يحفظك يسلمك امريني نعلك ليش شنو اللي تخلي وياها انا اخلي وياها البكم باودر واخلي وياها رشه ملح رشه شكر واخلي وياها البهارات هي اليانسون وهيل المطحون وحبه الحلوه ومن اعجنها بالزبده وبالحليب يعني ما اضيف وياها لا زيت ولا اضيف وياها خمره الله يحفظك عيني حبايبي هسه هاي راح نسويها هذا بقى عندنا التمر راح افرشه وراح اخلي وياها سمسم وراح اخلي وياها دب غراش هاي صح ولا ميكس ميكس هاي بدون قالب حبايب وهسه راح نشتغل بالقالب هاي طبعا العجينة اللي عجناها حبايبي شو يسمونه هذا طبعا أنا طبعا من خلالكم اكو جملة اريد ترجموا لي اياها مني يوجهني استاذ المخرج الله يحفظه يقول لي اخذ وقتك وراه يقول شي يسمونه الشي يسمونه شنو هسه اخذ وقتي عرفتها مثلا نظف الميز عرفتها
الشي يسمونه شنو يعني اردف تهمه. عشان هاي هسه راح نخليها وراح اسوي لك ورده. قال لي دير بالك تسوي ورده الا اسويها الورده. هاي طبعا راح نسويها بدون راح تصير كبيره لان بدون هاي اول شيء اعصرها هيك مثل الكبايه هسه شو اسوي ها هيك خل اشوف هاي الكليتشة ونقلبج شلون قامت النفخ. هاي هسه ايش كان نسوي احنا عندنا قوالب هواي اكو بالكليتشة نقدر اشكال نسوي بيها. هاي خل نخليها البغراش. طبعا حمود ابني يموت على البغراش. انا لا انا احب اعلمكم طريقه للكليتشه والله العظيم. اخاف بالبيت يسوون كليتشه للبغراش والسمسم. ليش انتم تظلون تفتحوها كلها؟ جيبوا العوده مال هاي مال اسنان ودخلوها بالكليتشه. اذا طلع بيها تمر يعني مو التمر. شوف العالم وين وصلت. حازين العالم وصلت للقمر. احنا اكتشفنا شلون نعرف الكليتشه مو التمر هاي التمر. وشلون نعرف بالعوده مال اسنان. شوف شلون قولوا معك اختراعات. تقول مخترع دول قحة. طبعا احنا دائما الكليتشة انا يعني عن نفسي العصر احبها ويا الشاي. مرات اكو ناس تحبها ويا العصير. احنا راح نشتغل وياها عصير طبيعي هو عصير الفراولة والبرتقال. وهي قلت لكم يعني فد الكليتشة من الحلويات اللي ما نقدر نستغنى عنها بالعيد. يعني بالعيد البيت اللي يمكن ما يسوي الكليتشة ما يحس بطعم العيد. هي فرحة حلوة يعني. يعني أنا من والدتي كانت قبل من احنا كنا صغار وتسوي الكليتشة نقعد داير مدايرها واللمة وتجي بنت الجيران والقرايب. هاي ليش؟ سدي عيني سدي سدي روح لك فدوة سدي. سوي لك بيضاوية اوقعي مو ضلين لازقة اوقعي اي حبيبي يلا عيني استوي. ايه استوي عيني ترى عدي وقيت ورحم الله والدي. اي والله اي والله استوي. قد عدي وقيت اوكي بعد شوية تقول لي يلا راح نختم يلا يلا. اي والله الوقت راح.
هذا كله من اعمارنا استاذ حازم، والله كله من اعمارنا. عمر وتعدل 30 وخذ يسحق على الباقي. يقول له اول منوصل 90 زمان الصبش قد راقي، كبرنا والقلوب صغار. اللي سويت بيضا ويأتي استاذ حازم هذا القالب بطني دسوة متت والله متت بطني يا معلوش. قالت اذا ما تجيبه دير بالك. والله قلت له ادرى التراثي. زين ادري قالب عن ما شايف ايش قالب اصفر النوب اصفر. يلا يعجي علي. اي والله عندنا اتصال محمد من بابل. السلام عليكم ابو جاسم، ايامك سعيده. الله يسلمك ويوفقك رحم الله والديك. عام وانت بخير صحه وعافيه. الله يعافيك. شلونك؟ بخير والصحه وطول العمر ان شاء الله. الله يحفظك يسلمك. بس سؤال عمر قالوا لي خابر على مود المقادير مال الكليجه. تو عمر امر هسه ينزل لك اياها. انتوا سويتوا كليجه لو بعدكم؟ لا بعدنا ما نسوي. شو لعش وقت تسوي من يخلص العيد؟ هاي بعد متاخرين. لا يا الله ما يصير، انت لازم قبل العيد بيوم حضرين عجنه. ان شاء الله ان شاء الله. هسه راح انزل لك المقادير وتامر امر حبيبي ابو جاسم. الله يسلمك ووفقك. حبيبي حبيبي الغالي تحياتي لك وللاهل الله يحفظك. كل الهلا بيك. بعد عمر حبيب. صدق حازم ذكرنا اخذ وياي هذا القالب. شدوه. قلت له ادري مشارك بش اسمه بحرب العالميه الاولى هذا. اي والله يلا والله قالب هذا. قالبه هيجي زين لزمت العلاقه عبالي جايب بيض وياي كانه بيض منه. اي نزلت المقادير حبيبي. طبعا مقادير كل السهلة الكليتشة، بس اهم شيء حبايبي قلت لكم عجينة الكليتشة من تضيفون الزبدة تلابسوها وياها، اهم شيء اهم شيء هاي حتى تطلع عندكم الكليتشة هشة. هاي وجبك. عندنا اتصال علي من بغداد. علاوي يا حبيبي. علاوي نور عيوني يا علاوي. خلانا احبه وما ادري ايش سوالي، حلوه وجنته وزلفه حيرني والله بامره شقريقي زلفه والوجه حنطاوي. يا حبيبي شلونك علاوي؟ شلونك زين؟ شو اخبارك؟ الله يعزك. من وين علاوي حبيبي؟ من مدينة الصدر. الشرف مدينة الشهداء مدينة الأبطال مدينة الكرم. الله, الله يحفظك حبيبي. ويسلمك حبيبي شلونك؟ الله يعزك. شلون صحتك؟ الله يحفظك. أمرنا علاوي حبيبي. الله يعزك. سوي طريقة المندي أستاذ. المندي؟ إيه. تؤمر أمر. تؤمر أمر أبو حسين الورد حبيبي. بدأت تستوي طبعا، على ما تستوي عندنا الكليتشة راح نبدي نشتغل العصير. مو سموذي لقدادة، مو سموذي. طبعا مناسبة الاتصال اللي جانا من مدينة الصدر، انا طبعا استاذ
احمد الساعدي اشكره على جهوده اللي قاعد نشوفه من خلال التواصل الاجتماعي، مساعدة الباعة المتجولين بمدية الصدر والشعلة والشعب. والأستاذ أحمد الساعدي طبعا غنى عن التعريف، حبيت أشكره من خلال البرنامج وأقول له الله يوفقك على مساعدة هاي الناس الكسبة، الله يحفظك ويوفقك، وأنا أعرفه عن قرب إنسان طيب ويستاهل كل خير. حبايبي طبعا هسه عندنا العصير، العصير وطبعا بالمناسبة أستاذ أحمد الساعدي أول إنسان دعاني أن أكون بقناة الفرات الفضائية وشجعني قبل 7 سنوات كنت ما أعرف أوقف قدام الكاميرا، فهو دائما يحب يساعد الناس اللي هسه وهم يريدون يظهرون ويبدون فد مشاريع حلوه. الله يوفقه ان شاء الله. حبايبي هسه راح اضيف الفراوله. عندنا اتصال ام محمد، قطع الاتصال. هذا عندنا البرتقال، وهذا عندنا الشكر. طبعا العصير طبعا اكل خرعني، والله خرعني يابا، والله العظيم خرعني زين، والله العظيم خرعني، شوف شلون خرعني زين. ليش تعمل ليش هاي استوت لك ليش؟ هاي شوفوا حبايبي، ليش ايش خرعتني ها؟ اخل ام علي من البصرة، خلي هاي الكريتشة. عندنا ام علي من البصرة. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله يسعدك ابو علي، الله يحفظك، ايام السعيدة. الله كل عام وانتم بخير، يصيبكم صحة وسلامة ان شاء الله، صحة وسلامة وعافية. عمر معلاوي، الله يعافيك ورحمة الله على والديك. والله قاعدة تباوع عليك عنك ليش؟ اي سميدك سميدك. سويتيها انت؟ سويتيها؟ لا والله ما سويت. ليش؟ ما عندي فرق. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. بعد قبل بعد قبل الجيران وياك يسووها يساعدوك. ها؟ بيت بعد واحدة مرة كبيرة لقيت بوحدي ما اطلعت تحية للجيران. ان شاء الله صحة وسلامة وعافية، ويعطيك الصحة والعافية يا رب وطولة العمر. الله، واحنا كنا ولدي كان ادز لك كليته. والله الله يحفظك. حبايبي طبعا هاي الوجبة الاولى، وراح نخلي الوجبة الثانية حتى تستوي ان شاء الله، تلحق تستوي ويا هاي حتى تشوفوها. هاي الوجبة الثانية، هاي الوجبة الاولى سياخذها زوم المصور. ايه لا ما ماخذها زين، وانشويت الساني وانخرعتني انت يا 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 سوي لي زين، وانا من انا بيها خرعة بالزغر بزونة طافرة علي. عندنا اتصال من البصرة ام محمد. الو الو ام محمد، السلام عليكم. اليوم اهل البصرة منورين اليوم. النور نوركم والله العظيم. شلونك خيتي؟ الو بخير ان شاء الله. الله يحفظك. اقول لك خوي ابو علوش، عمرين عندنا اكلات دايت لحل السكر اذا مصير انا خادم.
خادم الحسين. طول عمرين عمر والله صدق شديد. الله والله احنا نقول بجاه هذا العيد عيد المبارك الصحة والعافية لكل المرضى بالسكر وغير السكر ان شاء الله صحة وعافية. ربي يسمع منك ان شاء الله. اي والله لان هذا هاي الامراض يعني الله يشفي نشرها يعني الله والله يساعد المريض وان شاء الله يا رب صحة وعافية واحنا خدام. احنا من خلال هذا البرنامج هذا برنامج مطبخ ابو علوش من قناة الفرات هذا هو العائلة العراقية للاطفال وللمرضى اللي يحبون التشريب واللي يحبون السمك واللي يحبون السلطات ان شاء الله الكل نرضيهم وان شاء الله كل طلباتكم اوامر. حبايبي هسه عندنا هذا التعوف السموثي عوف السموثي والله العظيم ترى متحمل عليك انا اليوم. لا والله اقول لك حازم والحسين يعني سنة برنامج ما نقدر نحشي لا تقرا عني بعد هيك والله اخترع دعت امي. لا وعلي لا تقرعني عليك يا بكيتش مهد لي اياها. اول شيء ابو علوش انا انتبه وراها لا 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 يقول شكلك مو مالنا ذاكر. حبايبي هسه ضفت الفراوله ضفت البرتقال وضفت الشكر راح اضيف الماي شوف خليتنا نخليه بالعكس يابا يابا هلا هلا هذا مع على كيفك على كيفك بس اعصابك بس اعصابك يعني هذا الشاي حتى يصير اتكيت موت على اتكيت. عندنا اتصال من واسط. الو السلام عليكم. السلام عبد الله يا ام سعيده. كل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد صحه وسلامه وعافيه يا رب للجميع ان شاء الله. الله يحفظك. شو عمرين ام عبد الله؟ والله بس حبيت اعايدك. الله يحفظك. قناه الفرات الله يحفظك ويسلمك. شنو رايك بالكريكه؟ والله تفضل شهيتني. انت ما سويت كريكه؟ لا والله ما مسوي. ليش؟ الجو حار ما يسوي واحد. لا يا هذا ما يصير مو هاي عاداتنا وتقاليدنا بنظل لازم لا ثابتين عليها. والله قال لك الحجيه حنسوي ما قدرت. يعني انت الحجيه فرشي لها بطانيه بالنص. بطانيه كل ما تردوها لان راح يتوقعون منا ومنا وتخلون نجانا ستيل مثل مال تمي. وتقعدن الحبايب دار مدار والجهال وراكم يبوقون تمر. هي هاي الكريشه ماكو غير. والله قلت لي حد اليوم قال خل نسوي بس شويه قلت له والله العظيم هسه تقعدوا شوفوا اذا ما قعدوا الجهال ما دار مداركم يبقون تمر وذكروني. ان شاء الله. الله يعوض. الله يعوض. سلمي لي على الحجيه هواي وسيري راسك. سلمك وطلع عيوني. الله يحفظك على راسك. مع السلامه. الله وياك عيني. اي هم ما عندهم شيء جهال شو يسوون قابل يكنسون ينظفون. حبايبي هسه هذا العصير وقف مو خلي اشيل هاي يقول لي شيل هاي وحتى ما يبين بالهذا والله شوف ايش قد قاعد اسوي شغلات وانا بس ارد ارضي بس ارد ارضي. يلا ابو علوش يلا باكت ماكو بعد راح نطير. لا الله يوفقه هذا هو القائد قائد العمل.
المخرج والله مو سموذي وداعت امي السموذي اللي يصير ويا الحليب السموذي. شوف حبايبي طبعا اشرح لكم عن الاستوان عاد استوان اذا طلعتشن ويا خواتشن لا تضل نستوان هيك. السموذي حبايبي يصير ويا الفواكه اللي ما بيها حموضه. شنو يصير ويا التفاح حليب يكون ويا سموذي، يصير ويا البطيخ، البطيخ هم ما بيه حموضه زايده، يصير ويا الاتصال. هسه جاي ويانا يعني اتصال. الو من النجف. السلام عليكم خيتي، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله صحه وسلامه وعافيه. عمرك هي من النجف وياك. اشرف بيك واهل النجف ولد علي. الله يخليك. الله يحفظك. سلمك. ان شاء الله من العايدين. سلمك. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الجميع يا رب. عافية. عندي سؤالين ولو زحمة عليك. نعم. قولي 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 عمري. الكيكة التركية اريدها من عندك بطيمة. شنو هي؟ الكيكة التركية. نعم. وبعد؟ وبعد ابي اشوف هاي الكليجة تطبخوها الاكل هذا من ياكله بعدين وين تودوه؟ انا اقول لك انا طبعا اكثر من مره قلتها وراح اقولها. احنا قناه الفرات اول ما داومت بها واشتغلت بها خلال رمضان او ورا رمضان عندهم برنامج بان هاي اللي اسمها انا برمضان تشوفين الوصفات اللي اسويها اربع وصفات اربع اطباق كامله يعني سفره كامله كل حلقه تروح العائله يعني تعرفين القناه بها ناس عمال بها ناس تعرف ناس مستحقه فكل حلقه تروح العائله. طبعا انا ما اريد احكيها لان ما مخوليني احكي هاي الوجه الله تعالى بس انا من تسأليني لازم اجاوب. رحم الله. الله يحفظك على راسي خيتي. اي عمي خلص الوقت؟ عم حازم بطني والله العظيم لا بطني اعطيني حقوقي وبطني. طبعا شويه بعد الهلك ليشها ان شاء الله تلحق تستوي وانا اريدها تستوي واتوسل اليها. تقدر تطلعها؟ يلا فنك فنك اذا سرق مصور تطلع. عندنا اتصال من واسط. الو ايامك سعيده كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي الغالي. شلونك حبيبي ابو علوش؟ شلونك شلون الدار؟ الله وشلون اهلها الكوت تسلم عليك. لا لا قال له شلونك شلون الدار وشلون الدجاجات؟ لا السمكات المجموع مال السده. اي قال له هم من هن تذبحون لعندكم ويباد؟ قال له نذبح سبع وجعات للناكر ذات احنا العزيز نروح طقينا بيضا. انا سمك مجموع على راسي. الك ولاهلك شلونك؟ كل عام وانت بخير. الله يحفظك سلمك. تحيات لاهل الكوت. كل عيد افشخ المره. ليش؟ من لك ليش؟ اسويها طابوق. لا لا هاي شوف على هاي المقادير شوف بس انا ايش قصار اللي من طلعتها. بس انا بو عليك لا بس الكاميرا علي هاي الكاميرا علي شوف شلون هاي الشعايم. لا تخبل بالذات هي الكاميرا علي ها شوفها؟ ايه شوف ايش قصار اللي من طلعتها هاي شوف تحياتنا لاختنا ان شاء الله تسمعني. الكليتش لا تخلي لها لا زيت ولا تخلي لها خمره، تخلي لها بكم باودر وتعجنها بهذا الزبد هذا ابو 500 هم يصير. انا هسه كتبت المقادير انا بالدوام نروح اعطيها المقادير عافية. لا بروح ابيك دعوه. بس لا تريد تجيب لك سوريه. والله يا رأت على هادك منا كله وكله تجيك تأمرني وعزفتك معي. انا صارت ما اقدر بالرابعه. لا عمي لا والله مثل العراقيه ماكو بالحسين. لا اخوي العراقيه تصليات. والله العظيم والله والله صبور وهذا امهاتنا وخواتنا. أيوة صبرا صبر ما حد صبر ترى. والله تتذكر اقول لك يموت. تتذكر البيض والطحين التخبطه وتسوي وتريقنا يا اخوي وصبره. انا مرحوم تمي كانت تسهل بالتنور مال الطين وتخبل. اي لا لا هسه وكل شو اقول لك هسه مقادير اكتبها وطيها. اي
وطول خلق شوية. اقول لك ذاك العيد مسويت لك ليش جابوا عليها شلون هاج المود مال تربيع مال البيوت. ويلي 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 انه راح تطلق وتدع علي. الله لا يوفقك ابو علوش. الله لا يعطيك صحة ابو علوش ويعيد عليك كل خير. الله يعوضك حبيبي ان شاء الله ضحكة خير. هذا رقمك لا حفظه وخابرك من البيت. انا خادم اني. الله يحفظك حبيبي حبيبي حبيبي. طبعا حبايبي بدأت تستوي فدول قلبها. طبعا انا من احكي لك ليش تسمع كلام لان ليش انا تعبان عليها عاجنها وتعبان عليها. شوفوا حبايبي راويتكم اياها شلون هشه كلش هشه. فاستعملوا هاي المقادير وبرقبتي هسه طلعها خليها اصب شاي. حازم شو صايع علي يا حازم؟ يلا هسه طلعت امر امر هذا الشاي شوفوا مخدرة في دول قلبه في دول عمره. زين لازم نخليه هنا وهسه راح اطلعك ليشتي هسه راح نشوي اضرب روح الله راح نشوي يد عد وقت ها دقيقتين يعني صار هسه طلعها بس خلينا نمسح الهاي. شوفاني شوف 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 استاذ حازم انا ما احب اكذب عليك انا ما اريد امسح الميز بس اريد اتحمص شويه شلوني العباس عليك شلوني وانا اناشط قناه الفرات تزودني دقيقه. شفت قبل شلون ما ضم عليك في دول عمرك روح في دول هالوجه هذا هنا انا عني هنا انا يا رحم الله والديك. يلا رحم الله والديك على ايدي على ايدي. شوفوا حبايبي هاي سويتين المكس هاي شوفوا شوفوا الادل البيض شلون انطاني هذا شوفوا هاي الوردة شوفوا ما غير شكلها ليش ما خليت بكم باودر هواي هاي الكليتشة هاي ان شاء الله جربوها وان شاء الله ما حد يطلق مرته لان يدعن عليه هسه تقعد المغربي يلا لا يوفقك ابو علو سويت الكليتشة هشة وانا تطلع عندي قوية. تحياتنا للجميع ان شاء الله صحة وسلامة وان شاء الله يومية بالعيد تشوفونا على قناة الفرات الساعة بالاربعة واطباخ جديدة باكر انتظرونا وتحياتي للكادر ولكل كادر العمل في امان الله.